تعد وحدات الراديو عن بعد RRU ومضخمات الإشارة المثبتة على البرج TMA من أبرز التجهيزات التي تراها على برج التغطية الخلوية. يشرح هذا الفيديو بدقة أدوار ووظائف وحدات RRU و TMA مع تسليط الضوء على أهميتها الحاسمة في تعزيز الاتصالات الخلوية. شارك الفيديو مع أصدقائك وتأكد من الإعجاب والاشتراك لمزيد من الأخبار التقنية في مجال الاتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. الله يبارك فيك. أنا بدأت سؤالي في الـ TMA يا باشمهندس، هو ضروري إنه أي تكنولوجي 3G أو 4G الـ RRU تبعي لازم يكون قصاده TMA؟ TMA لشو مستخدمه مهندس؟ الأمبليفيكيشن. لشو؟ لأي إشارة؟ للأبلينك. طيب إذا الأبلينك على شو بتعتمد الباور تبعه؟ على الباور التليفون. على باور التليفون. تمام؟ نعم. نعم. فأنا مضطر بالـ 3G بالـ 4G لحتى يكون البرج يضل عم يسمعني استخدم TMA، لأنه أنا في عندي خسارة للباور. بالـ 3G أنا عندي كومباين بين الداتا والفويس، هذا الكومباين بيخسرني 10 dB مباشرة. تمام؟ تمام. فأنا لحتى أعوض هاي الخسارة بستخدم TMA على الأبلينك. تمام؟ تمام. اللخبطه بس بتحصل لي انا في الار ار يو، يعني لما انا اجي امد الفيدر بتاعي من الار ار يو للتي ام اي، هو يعني فلنفرض انه عندي مثلا مايمو في الار ار يو، انا هضطر اطلع كم سلك وبعدين هحتاج كومباينر ولا ما هحتاج كومباينر؟ كلها راح اشبك على التي ام اي، من التي ام اي هطلع على الانتنا. ليش بدك كومباينر يا مهندس؟ اذا انت مستخدم ار ار يو ليش بدك كومباينر؟ يعني الار ار يو قريب من الانتنا. يعني كم سلك مثلا اذا كان عندي مايمو 2 تي 2 ار وانا عايز اطلع باثنين كيبل على التي ام اي، بطلع بكيبل واحد بعدين من التي ام اي على الانتنا؟ تطلع بكيبلين على التي ام اي وكيبلين بعدين بتكمل على الانتنا. بدك تشوف تي ام اي كم بورت. اوكي، بس انت طالما قلت 2 تي 2 ار معناتها انت عندك كابلين، عندك بورتين، كل بورت بيطلع منه كابل، كل كابل فيه 1 تي 1 ار. فانت اذا عندك 2 تي 2 ار رويدر، افتح المايك مهندسي. ايه حط مهندس تفضل. خليك معي بس لخلص المهندس احمد بعد اذنك. حاضر تمام. فانت عندك كابلين صح؟ إيه. الكابلين هذول اذا بدك تستخدم تي ام اي بدك تجيب تي ام اي، انت بتدعم باندي اللي مشغل عليه هذه التقنيه، فيها بورتين تمام تدعم هذا التردد. يعني اذا انت عم تحكي عن الفور جي مشغله على 1800 بدك تجيب التي ام اي بتدعم ال 1800 والبورتين بيكونوا بيدعموا ال 1800 وبتطلع منه للانتن، من التي ام اي بتطلع على الانتن. ايه من فهمت. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.